معكم إلى أخبار عمان من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. وتتابعون في أبرز العناوين: مجلس الدولة يقر مشروع تعديل قانون المرور تمهيدا لرفعه مجددا إلى المقام السامي. الادعاء العام يسترجع نحو 70 مليون ريال عماني كحق عام في قضايا النفط والغاز، ويكشف عن انخفاض القضايا المسجلة في السلطنة بنسبة 9%. مشاريع قطاع الكهرباء حقيقة ما تتأثر بارتفاع وانخفاض أي مادة أخرى سواء النفط أو غيره. لا تأثير لتقلبات أسعار النفط على مشروعات الكهرباء، واستثمارات القطاع تتجاوز 220 مليون ريال عمانية. وفاة 18 شخصا وإصابة 14 آخرين نتيجة حادث سير في الطريق الرابط بين منطقة فود وولاية عبري. السلام عليكم ورحمة الله. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة لولوة بنت محمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة. عبر جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة عجمان في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن ناصر النعيمي، ضمنها جلالته خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيا الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان. أقر مجلس الدولة في جلسته المنعقدة اليوم الملاحظات الواردة من المقام السامي بشأن مشروع تعديل قانون المرور. كما ناقش المجلس مقترح لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي من المنظور التشريعي والرقابي، حيث اتضح من خلال النقاشات أن هناك جمعيات أقفلت لعدم وجود التمويل. تراس الجلسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة. لم تكن جلسة مجلس الدولة عادية، حيث تصدرها مشروع تعديل قانون المرور الذي تم إقراره بعد الملاحظات الواردة من المقام السامي تمهيدا رفعه مجددا. الملاحظات المبداة من أعضاء مجلس الدولة على مشروع تعديل قانون المرور ستعمل بشكل كبير في تنظيم عمل جهات الاختصاص خلال المرحلة المقبلة. من جانب آخر، دار الحديث حول مقترح لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بشأن منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي من المنظور التشريعي والرقابي، تبين من خلال النقاشات بإقفال جمعيات لعدم توفر التمويل ووجود جمعيات مضى على رئاستها أسماء مر عليها أكثر من 15 عاما، كما تطرق الأعضاء إلى وجود جمعيات يقدم لها الدعم دون محاسبة على مصروفاتها. وبعد هذه النقاشات أرجى الأعضاء المقترح لدراسته بشكل موسع للموافقة عليه بعد ذلك. كل جمعية المجتمع المدني في السلطنة والجمعية الأهلية والخيرية تعاني منها هي الجوانب المالية، بضرورة تعديل القانون ليسمح لهذه الجمعيات بالفتح مجال الاستثمار العقاري أو منح أراضي استثمارية على أساس تساعدها في التمويل أنشطتها وفعاليتها، ولكن تكون تحت رقابة وتدقيق حسابات من جهات مختصة. لدينا حتى الآن أكثر من 330 جمعية وناد وهيئة تعمل جميعها على تحقيق أهداف محددة خدمة للمجتمع
ولها دور حيوي. شفافية الطرح وعدم التحفظ بدا واضحا في نقاشات الأعضاء، الأمر الذي ينصب في مصلحة هذه الجمعيات في مرحلة تبدو مختلفة. من مجلس الدولة، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط. كشف الادعاء العام عن تحصله على نحو 70 مليون ريال عماني كحق عام ناتج عن محاكمات في قضايا قطاع النفط والغاز. وفي مؤتمره السنوي للإفصاح عن القضايا المحالة إليه، أعلن الادعاء العام أن السنة الماضية سجلت انخفاضا في القضايا المسجلة بنسبة 9%. إشادة دولية حصلت عليها السلطنة في الكشف عن الفساد ومتابعة القضايا المتعلقة بالمال العام، وذلك خلال التحقيقات التي أجراها الادعاء العام في نحو 10 دول لتتبع المتهمين في قضايا قطاع النفط والغاز. وفي تفاصيل مؤتمره السنوي للإفصاح عن القضايا المحالة إليه، كشف الادعاء العام عن أنه تحصل على 70 مليون ريال عماني كحق عام ناتج عن محاكمات في هذا القطاع، وذلك بعد اتهام 60 شخصا من خلال 56 قضية. القضايا التي كان المعروفة إعلامية بقضايا النفط والغاز هي لا تمس هذا القطاع فقط، وإن مست هذا القطاع فقط فهي هذه القضايا تمثل أشخاص المتهمين الذين ارتكبوا هذه القضايا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التشكيك في قدرة هذه المؤسسات أو الشركات النفطية وغيرها، بقدرة هذه الشركات وكفاءاتها العالية وإجراءاتها التنظيمية الداخلية. القضايا المسجلة في السلطنة انخفضت بنسبة 9% بفعل وعي المجتمع وحملات التوعية بالقوانين التي تتبعها الجهات الحكومية، إذ بلغت قضايا العام 2015 41,000 قضية. تحفظ الادعاء على 21,000 منها مثلت ما نسبته 53% من مجمل عدد القضايا. المؤتمر الصحفي كشف عن تسجيل العدد الأكبر من القضايا في محافظة شمال الباطنة بنحو 9,000 قضية، فيما جاء شهر مارس كأعلى الأشهر تسجيلا للقضايا، في حين بلغ عدد المتهمين في جميع هذه القضايا 45,000 متهم. الإحصاءات هي الركيزة الأساسية لرسم السياسات ووضع الخطط والبرامج المستقبلية، وصولا إلى اختيار الطرق المثلى أو الفضلى لتقديم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للجمهور، إيمانا من الادعاء العام بالدور الفاعل لوسائل الإعلام في تكوين الرأي العام الواعي ونشر الثقافة القانونية بين أوساط المجتمع بالطريقة التي تحول بينه وبين ارتكاب أي مخالفات أو جرائم مستقبلا. مؤتمر الادعاء العام تطرق إلى أن انخفاض تصنيف السلطنة فيما يتعلق بمؤشر التنافسية ليس له علاقة بوضع الأمن وتسجيل قضايا الفساد، وإنما بعدة مؤشرات مجمعة. كما أشار المؤتمر إلى أن التحفظ على القضايا ظاهرة صحية ويعمل به في جميع دول العالم، وبأنه مقنن بحسب تشريعات وأنظمة. وفيما يتعلق بقضايا تقنية المعلومات، فقد أفصح المؤتمر عن أن بعض القضايا الإلكترونية يتقدم بها الادعاء بكونه الضامن للحق العام دون أن يكون هناك متقدم بشكوى، كما أن بعض الاستدعاءات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تأتي لضمان حقهم في التعبير وتدارك معرفتهم بالقوانين المطبقة في السلطنة من عدمها. تعمل جهات إنفاذ القانون على تطبيقه وتعريف الجمهور ببنوده ونشر الإحصائيات حوله بكل شفافية. من أمام مجمع إدارات الادعاء العام، عبد الله بن علي البلوشي، مسقط. 220 مليون ريال عماني تكلفة الاستثمارات الرأسمالية في المشروعات الكهربائية خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 27%. كما شهد قطاع الكهرباء ارتفاع عدد المشتركين خلال العام الماضي إلى أكثر من 990,000 مشترك بنسبة زيادة قدرها 6.6%. السلامة المهنية والتحديات التي تطرأ في سوق العمل وآلية تسهيلها وتبادل الآراء ووجهات النظر والوقوف على العوائق والمشكلات التي قد تواجهها شركات الكهرباء أبرز ما ركز عليها المؤتمر الصحفي حول الملتقى الثالث للشركات العاملة في قطاع الكهرباء، والذي سينطلق في 9 من الشهر الجاري.
ملتقى مجلس مراجعة قواعد التوزيع حقيقة هو لي يعني كما تقول زيادة حلقة التواصل بين الذين يسجلون من شركات التي تنفذ أعمال في مجال الكهرباء وبين المجلس. يشمل هذا الملتقى مناقشات اللي هي الصعوبات التي قد تواجه هذه الشركات، أيضا التزام الأمن والسلامة المهنية التي يتطلبها العمل. الملتقى الذي يأتي هذا العام تحت شعار الكفاءة والالتزام يهدف إلى التعريف بالقوانين والمعايير المطبقة في تسجيل الشركات العاملة في القطاع، بالإضافة إلى التركيز إلى نسب التعمين ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الطاقة الكهربائية. فكرة إقامة هذا الملتقى اللي هو الملتقى الثالث مجلس مراجعة قواعد التوزيع، وذلك لإطلاع المقاولين والموردين بالإجراءات والآليات التي ربما طرأ عليها نوع من التجديد، وأيضا لفتح حوار مباشر بين المقاولين والموردين ومجلس مراجعة قواعد التوزيع، وذلك لتذليل الصعوبات والإشكاليات التي ربما يمر فيها هؤلاء المقاولين والموردين، وأخذ توصيات أيضا منهم وربما أيضا الأفكار التي ربما يطرحوها في الملتقى. وتشير الإحصائيات الحديثة إلى ارتفاع عدد المشتركين بقطاع الكهرباء في العام الماضي إلى 993,880 مشتركا بنسبة زيادة 6.6 مقارنة بالعام 2014. تكلفة الاستثمارات الرأسمالية في المشاريع الكهربائية خلال العام 2015 بلغت نحو 221 مليون ريال عماني بنسبة نمو بلغت 27%. كما بلغت الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العام الماضي نحو 14 جيجاوات في الساعة، أما الطاقة الكهربائية المتوفرة فبلغت نحو 7850 ميجاوات. في الوقت نفسه قام مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء باعتماد 190 شركة عاملة في قطاع الكهرباء خلال العام 2015، من بينها 159 من الشركات الصغيرة والمتوسطة. مشروعات قطاع الكهرباء لا تتأثر بانخفاض أسعار النفط لاعتمادها على التمويل الذاتي حسب حجم الطلب على الطاقة الكهربائية بالسلطنة، هذا ما أكده لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية. من المشاريع التي تقوم بها شركة كهرباء المناطق الريفية هذا العام هو طرح مشاريع في الطاقة المتجددة في مختلف الولايات التي تغذيها بالشبكة الكهربائية. هناك أيضا مشاريع بناء محطات في مصيرة، وأيضا محطة في خصب، ومحطة إن شاء الله جديدة بوقود الديزل في سيح الخيرات. عندنا مشاريع جديدة حقيقة في المناطق الصحراوية من محافظة ظفار لاستكمال بناء شبكات لمتواجه الطلب على الطاقة الكهربائية في مناطق سيح الخيرات وغيرها. مشاريع قطاع الكهرباء حقيقة ما تتأثر بارتفاع وانخفاض أي مادة أخرى سواء النفط أو غيره، وإنما تتأثر بالطلب، بطلب الطاقة الكهربائية من المستهلكين. هناك يعني نمو مضطرد لهذا الطلب، فلذلك يقابل هذا النمو هو زيادة في ساعات المركبة للمحطات الكهرباء، وأيضا إنشاء شبكات. العملية ليست مرتبطة بشكل كبير بأسعار النفط، وإنما مرتبطة بالأحمال في الطلب على الطاقة الكهرباء. احتفل المجلس العماني للاختصاصات الطبية بتخريج الدفعة السابعة من الأطباء المنتسبين للمجلس في مختلف التخصصات الطبية. رعى الحفل معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية. إضافة جديدة من الكوادر الطبية العمانية، احتفى بهم المجلس العماني للاختصاصات الطبية بتخريج 81 طبيبا وطبيبة في مختلف المجالات الطبية. نحن سعداء جدا بتخريج 81 طبيب وطبيبة عمانيين من المجلس العماني للاختصاصات الطبية الفوج السابع.
هذه إضافة قيمة جدا للخدمات الصحية في السلطنة. الارتقاء بالقطاع الصحي لن يقوم إلا على أكتاف وسواعد أبناء هذا البلد. هذه الكوكبة من الأطباء ستواصل مسيرة العطاء والخدمة الإنسانية في المستشفيات والمراكز الصحية في السلطنة، وذلك بعد إتمامهم برامج التدريب العملية منها والنظرية على أيدي مدربين أكفاء. يعتبر هذا الحفل تتويج لجهد وعمل مضني لخمس سنوات من التدريب المستمر، العمل الإكلينيكي لجانب العمل التدريبي. نشكر فيه القائمين على المجلس العمال للاختصاصات الطبية. لحظات من الفرح والسرور اختالت الخريجين في يوم سيكون مرسوما في ذاكرتهم. ويسعدني في هذا اليوم المبارك تخرجي بعد عمل واجتهاد خلال أربع سنوات اجتهدنا وكافحنا من أجل الحصول على هذه الشهادة، شهادة الاختصاص من مجلس عمان الاختصاصات الطبية. كلنا فرحة بهذه المناسبة، يوم تخرج بعد خمس سنوات قضيناها في التخصص، تعب مبادرة سهر ودراسة، طبعا فرحة غامرة. الفرحة لا توصف، الفرحة كثيرة، يشاركنا فيها الأهل بوجودهم معنا، والله يعين يعني أو الله يقدرنا على تقديم الأفضل وخدمة الوطن والمواطن في هذا الوطن المعطاء. المجلس العماني للاختصاصات الطبية والذي حصل مؤخرا على الاعتماد الدولي من المجلس الأمريكي لاعتماد برامج التخصصات الطبية العالمي، وذلك لكفاءة وجودة البرامج التدريبية التي يقدمها المجلس لمنتسبيه. آفاق رحبة فتحت للأطباء الملتحقين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية من خلال إعدادهم للبحوث وصقل مهاراتهم وتمكينهم ليكونوا أطباء متخصصين في مجالهم الطبي خدمة لهذا الوطن المعطى. من فندق جراند حياة، محمد بن ناصر الخليلي. ارتفع عدد المواطنين المعاد تشغيلهم في مؤسسات القطاع الخاص إلى 450 عاملا من الذين انتهت عقودهم في إحدى الشركات النفطية الأجنبية العاملة في السلطنة. وتواصل لجنة مكونة من وزارة القوى العاملة ووزارة النفط والغاز وشركة تنمية نفط عمان البحث عن وظائف للباقين البالغ عددهم 23 مواطنا. وكانت اللجنة قد قامت بجهود مشتركة خلال الأيام الثلاثة الماضية لتوفير وظائف بديلة للمواطنين البالغ عددهم 473 عاملا جراء قيام شركة RDCs النفطية بإلغاء عقودهم نتيجة انتهاء أعمالها في السلطنة. تم الحمد لله رب العالمين الانتهاء من تعيين أكثر من 95% من العمال المسرحين من شركة RDCs. جميع العمال اللي تم تصنيفهم كعمالة فائضة نتيجة إغلاق هذه الشركة تم الانتهاء من إعادة توزيعهم في الشركات التابعة لتنمية نفط عمان. العدد المتبقي إلى هذه اللحظة فقط 23 عامل. هؤلاء 23 عامل طبعا لم يحضروا إلى المركز اللي تم فتحه خصيصا لاستقبال واستكمال إجراءات توظيف هؤلاء العمال. ابتداء من مطلع الأسبوع القادم المباشرة في إجراءات العقود، مباشرة في إجراءات توظيفهم والبدء في عملهم لدى الشركات. العدد المتبقي سيتم فتح المجال لهؤلاء العمال إلى نهاية هذا الأسبوع بالتواصل مع الشركات التي تم تعيينهم فيها لاستكمال إجراءاتهم. وبعد نهاية هذا الأسبوع من لم يتمكن من الحضور سيتم بإذن الله التعامل معهم لاحقا كحالات خاصة. وقع اليوم حادث سير في الطريق الرابط بين منطقة فهود وولاية عبري نتج عنه وفاة 18 شخصا وإصابة 16 آخرين من جنسيات مختلفة. وقال مصدر في شرطة عمان السلطانية إن الحادث وقع بين سيارة ركاب وحافلة وشاحنة عند منتصف الليل بعد دوار يربط طريق فهود بولاية عبري. وفور وقوع الحادث انتقل رجال شرطة عمان السلطانية إلى المكان، حيث قام فريق الدفاع المدني والإسعاف بالتعاون مع المواطنين بإخراج المتوفين والمصابين من داخل حطام السيارات ونقلهم إلى مستشفيات عبري وبهلة ونزوة، في حين لا يزال البحث جاريا حول الأسباب الحقيقية للحادث.
يبدو من خلال التحقيق الأولي لخبراء التحقيق في الحوادث المرورية أن الحادث وقع نتيجة انفجار إطار الشاحنة وانحرافها للاتجاه الآخر. في نفس الوقت كما يبدو أنه سائق الحافلة حاول تفادي الشاحنة، لكن للأسف كان المساحة قصيرة وتسببت في اصطدام الشاحنة بالحافلة ونتيجة عن هذه الوفيات والإصابات. للأسف عدد المتوفيين حسب الإحصائيات الأولية في حدود 18 شخص، وأيضا في حدود 16 شخص مصابين. هذه هي الإصابات والوفية لعمانيين وغير عمانيين، وإن شاء الله الأرقام ستتحقق وسوف يتم التأكيد عليها بعد إجراء التحقيقات في هذا الشأن. المعلم، الإعداد والتعليم، مدى الحياة في عالم متغير، العنوان الذي يركز عليه المؤتمر الدولي الرابع للتربية والدراسات الإنسانية الذي يبدأ أعماله في جامعة نزوة بمشاركة 9 دول عربية. المؤتمر الذي يستعرض أكثر من 50 دراسة وبحثا علميا والذي يستمر لثلاثة أيام احتفل بافتتاحه تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لقسم التربية والدراسات الإنسانية تحت شعار المعلم، الإعداد والتعلم، مدى الحياة في عالم متغير. لم يختلف المتحدثون في رحاب جامعة نزوة في بداية المؤتمر على حجم التحديات التي تواجه إعداد المعلم وتواجه المعلم ذاته في أداء رسالته في العربي والياباني. ترمو الإعداد والتعليم، مدى الحياة في ظل عالم متغير. المعلم نفسه يواجه علاقة بالواقع اجتماعي الواقع، يعلم بس
المدني 2016. جاء الاحتفال هذا العام تحت شعار الدفاع المدني. من آثار الحالات الطارئة. حماية الأرواح والممتلكات والتقليل من آثار الحالات الطارئة. يقدم خدمات جليلة خصصت له المنظمة الدولية للحماية المدنية الأول من مارس من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تقديرا للجهد والعطاء وفرصة سانحة لنشر الثقافة والإجراءات الوقائية من خلال التثقيف المقترن بالتدريب لدرء المخاطر. الدفاع المدني وتكنولوجيا المعلومات الحديثة والإعلام. شعار هذا العام الذي تشارك شرطة عمان السلطانية الاحتفال به ممثلة بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف التي تواكب النمو المتسارع للتنمية بالسلطنة بتأهيل الكوادر وتوفير الإمكانات والآليات التي تعمل على التقليل من الآثار والتعامل مع حالات الحوادث البرية منها والمائية. ففي مجال الإطفاء فقد تعاملت الهيئة العامة مع أكثر من 4000 حريق منها 250 حريقا كهربائيا وعمليات الإنقاذ لأكثر من 900 حالة برية ومائية، بالإضافة إلى الاستجابة لأكثر من 11000 حالة إسعاف في السلطنة. كما تعمل الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف على وضع اللوائح والقوانين لكافة الإجراءات الوقائية لمختلف المخاطر المحتملة للمنشآت التجارية والصناعية. يساند الفريق الوطني للبحث والإنقاذ في العديد من عمليات البحث والإنقاذ الداخلية والخارجية والأعمال التدريبية بعد أن حصل على الشارة الدولية من الهيئة الاستشارية للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة عام 2012. دفعة من الجنود الجويين المستجدين احتفل سلاح الجو السلطاني العماني اليوم بتخريجها على ميدان قاعدة غلا وأكاديمية السلطان قابوس الجوية. بدأت فعاليات الاحتفال بالتحية العسكرية لراعي المناسبة وتفتيش الصف الأمامي من طابور العرض. بعدها قدم الخريجون عرضا عسكريا بالمسير البطيء بمصاحبة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني. أعقب ذلك استعراضات في المشاة وحركات السلاح. وفي الختام ردد الخريجون نشيد سلاح الجو السلطاني العماني وأدوا قسم الولاء وهتفوا ثلاثا بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. رعى حفل التخريج اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني. Thank you.
الجهات الأمنية المعنية بالأمن البحري بالسلطنة تكثف جهودها لحماية ومراقبة البحار الإقليمية العمانية من أي تهديد أو مخاطر. التقرير الآتي يوضح جهود مركز الأمن البحري في هذا الشأن. لتحقيق الأمن البحري ولدعم وتعزيز الاستقرار للبيئة البحرية العمانية، جاء تفعيل مركز الأمن البحري، وذلك بمشاركة جهات عسكرية وأمنية ومدنية مختلفة. يعنى مركز الأمن البحري بإدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر الأمنية البحرية وكذلك النشاطات الغير مشروعة. الرؤية أن يقوم المركز بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات العسكرية والأمنية والمدنية ذات الصلة بالأمن البحري للتصدي لهذه الأعمال. يهدف المركز لتأمين البحار الإقليمية العمانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والموانئ من الجهات البحرية وتحقيق أمن المنشآت ضد المخاطر البحرية لتجنيب المصالح الوطنية. تقديم الإسناد مطلوب منه في عمليات البحث والإنقاذ وعمليات استطلاع البحري من المخاطر البحرية في البحار الإقليمية العمانية. مركز الأمن البحري يعنى بإدارة وقيادة عمليات الأمن البحري التي تقع على الموانئ والمنشآت والسواحل ضد التهديدات الأمنية البحرية كالهجرة غير المشروعة والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة والقرصنة البحرية وتلوث البيئة البحرية وإعاقة طرق الملاحة الدولية والتغير المناخي من خلال جمع وتحليل وتبادل المعلومات بين مراكز العمليات مع دول المنطقة وبقية دول العالم. تقوم شرطة عمان السلطانية متمثلة بقيادة شرطة خفر السواحل عن طريق ممثلها بتقديم الدعم اللازم والمساند في كافة العمليات الأمنية البحرية التي يقوم بها من مركز الأمن البحري في البحار الإقليمية العمانية. كما يقوم المركز بحماية الشريط الساحلي من أخطار التسلل والتهريب وحماية وتأمين المصائد السمكية إضافة لعمليات البحث والإنقاذ. تقوم وزارة البيئة والشؤون المناخية وبالتنسيق مع مركز الأمن البحري من خلال ممثل الوزارة في المركز باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة فور تلقي البلاغات الخاصة بالبيئة البحرية. تعد الحدود البحرية أكثر تعقيدا وتحديا من الحدود البرية، وذلك لسهولة الدخول والخروج من وإلى البحار الإقليمية، لذا فإن تحقيق أمن المنشآت ومراقبة الحدود البحرية تعد غاية في الأهمية لتحقيق الأمن البحري والحفاظ على الأمن والمقدرات المكتسبة للبلاد. الملازم بدر بن حمود النعبي، محافظة مسقط. مناقشة السياسات المالية ومتابعة سير خطط التنويع الاقتصادي بالسلطنة أبرز ما تم نقاشه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، كما تطرق الاجتماع إلى متابعة عمل الفريق المشكل لدراسة واقع الشركات الحكومية والتحديات التي يواجهها الفريق في دراسته لتلك الشركات. تراس الاجتماع سعادة صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس. بحث فرص الاستثمارات الاقتصادية والبحثية في مجالات البيئة والمياه والصحة والتكنولوجيا وأوجه التعاون المشترك بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية أبرز ما تم تدارسه خلال زيارة فريق مدينة أصفهان للعلوم والتكنولوجيا لمجمع الابتكار مسقط التابع لمجلس البحث العلمي. وتم خلال الزيارة استعراض الوضع العام للاستثمار في السلطنة والنمو الاقتصادي والعمراني والسياحي وآلية إيجاد فرص استثمارية للشركات الإيرانية في مختلف القطاعات في السلطنة. إذن أخبار عمان لا زالت مستمرة، وننتقل إلى جولة مع أخبار المحافظات. شهد عدد من ولايات محافظات السلطنة هطول أمطار متفاوتة الغزارة جراء تأثيرات الأخدود الجوي العميق الذي تتعرض له البلاد حاليا ويتوقع استمراره لليومين القادمين. وشهدت نيابة طيوي بولاية صور أمطارا متوسطة الغزارة، فيما شهدت ولاية دما والطائيين هطول أمطار سالت على إثرها الأودية والشعاب.
كما شهدت محافظة الداخلية هطول أمطار بين المتوسطة والغزيرة، وشمل هطول الأمطار معظم الولايات والقرى والمناطق التابعة للمحافظة. هذا ويتواصل هطول الأمطار المتفرقة على عدد من ولايات محافظات مسقط وشمال الباطنة وشمال الشرقية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من ولاية ديما وطايين بمحافظة شمال الشرقية أحمد بن محمد المعمري. أحمد، هل لك أن تصف لنا الأجواء لديكم في ديما وطايين، وهل تأثيرات الأخدود الجوي العميق شملت معظم المحافظة، محافظة شمال الشرقية؟ نعم سليمان، مساء المطر والأجواء الشتوية والنسمات الباردة، تركزت الأمطار منذ ظهر اليوم على ولاية ديما والطائيين في قرى الوادي الشرقي من الولاية وكذلك نيابة ديما، أدت إلى سيلان عدد من الأودية الخفيفة منها وادي ديما ووادي المسفى. أما في ولاية إبرة فقد هطلت الأمطار بين الغزيرة والمتوسطة على عدد من القرى من ابتداء من قرية اليحمدي وحتى قرية الحايمة وقفيفة، أدت أيضا إلى سيلان عدد من الشعاب وكذلك تساقط خفيف لحبات البرد. وفي ولاية المضيبي أيضا شهدت أمطار غزيرة على نيابة سمد الشأن خاصة في منطقة القرداء والروضة والقرى المجاورة لها، أدت إلى سيلان وادي المعيدن ووادي الوارية وعدد من الشعاب. معظم الأمطار كانت قريبة من رؤوس الجبال والمناطق الجبلية، وكانت أيضا هناك يعني انخفاض للرؤية الأفقية في بعض الطرقات خاصة التي تشهد أمطار غزيرة. لا زالت هناك أيضا أمطار مستمرة على ولاية ديما والطائين حتى اللحظة، أحدثكم من موقع الحدث، وأجواء أيضا ملبدة بالغيوم ومصحوبة أيضا بالبرق والرعد. نعم، شكرا لك. نعم. أحمد بن محمد المعمري مراسلنا في ولاية ديما والطائيين. هذا ويتواصل هطول الأمطار في هذه اللحظات على محافظة مسقط ومحافظة شمال وجنوب الباطنة وكذلك محافظة شمال وجنوب الشرقية، لذا نهيب بجميع الأخوة المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة ويعني البقاء في بيوتهم أثناء هطول هذه الأمطار وكذلك جريان الأودية. إذن نواصل تقديم ما تبقى من هذه النشرة، حيث أن هناك كوكبة جديدة من الخريجين والخريجات يلتحقون بالعمل في مجال التمريض، وذلك بالاحتفاء بتخريج الدفعة 21 من طلاب وطالبات معهد صور للتمريض. الخريجون سيشكلون دعما جديدا للقوى البشرية في مجال التمريض العام بمختلف المؤسسات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية، وذلك لتعمين الوظائف الفنية والفنية المساعدة. فوج جديد من القوى البشرية الوطنية يلتحقون بمختلف المؤسسات الصحية في ولايات محافظة جنوب الشرقية، وذلك بتخريج الدفعة 21 من طلبة وطالبات معهد صور للتمريض، والذين سيشكلون دعما جديدا في مجال التمريض العام بمختلف المؤسسات الصحية بالمحافظة. أحلى يوم في حياتي، كنا ننتظره من زمان، تحقيق حلمنا اليوم، نطير في السماء فرح، نرفع الرأس فخرا بما قدمنا ولله الحمد والمنة. نهدي هذا التخرج للوالدين اللي وقفوا معنا طول هذه المدة، مدة الدراسة اللي استغرقت تقريبا 4 سنوات. تنمية الكوادر الصحية الوطنية وتأهيلها لسد الحاجة المتزايدة للرعاية الصحية الثانوية والثالثة في النظام الصحي أبرز ما ركزت عليه المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية، وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم المستمر ومواكبة المستجدات العالمية في مجال التكنولوجيا والمعارف الصحية لصقل مهارات العاملين في هذا القطاع. وزارة الصحة تنتهج سياسات وطنية واضحة لتعمين الوظائف الفنية والفنية المساعدة، حيث بلغ عدد خريجين المعهد 706 خريج وخريجة، كل منهم نجم من النجوم نفاخر فيه ونباهي به، وهم منجزا من منجزات هذا الوطن المعطاء. 32 خريجا وخريجة أدوا قسم التمريض بالعمل بكل تفان وإخلاص في مسيرتهم العملية
ليتم في نهاية الحفل تسليم الشهادات التقديرية وتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات. ذياب بن عبد الله النوفلي، محافظة جنوب الشرقية. تحويل حصن الحلة في ولاية البريمي إلى معرض تاريخي متكامل كان أبرز نقاشات اجتماع المجلس البلدي بمحافظة البريمي. نقاشات المجلس تطرقت إلى إعداد مجموعة من المرئيات والاستراتيجيات لتطوير منطقة البريمي الصناعية. حصن الحلة بولاية البريمي قد يتحول في القريب العاجل إلى معرض تاريخي متكامل، هذا ما تمت مناقشته على طاولة المجلس البلدي بالمحافظة. تم طرح موضوع الدراسة الاستشارية لتطوير حصن الحلة على المجلس البلدي لإطلاع المجلس على هذه الدراسة وإبداء الملاحظات عليها إن وجدت. أيضا يأتي هذا ضمن إطار توجه الوزارة للشراكة المجتمعية بينها وبين أفراد المجتمع. عرض مرئي قدمته إحدى الشركات الخاصة بتنفيذ الأعمال الاستشارية قدم نموذجا حيا لهذا المشروع التاريخي المهم الذي سيشكل إضافة حقيقية للمحافظة إذا ما تم تنفيذه على أرض الواقع. مشروع الأعمال الاستشارية لتأهيل وتطوير حصن الحلة هو عبارة عن مشروع متكامل تقوم بتنفيذه وزارة السياحة بغرض تحويل الحصن إلى معرض متكامل عن محافظة البريمي. إعادة صياغته على شكل معرض متكامل نستهدف من وراءه استقطاب مجموعة كبيرة من الزوار. التحديات التي تواجه منطقة البريمي الصناعية من جوانب عديدة، والمقترحات والمرئيات التي تهدف إلى إيجاد بيئة عمل مناسبة تسهم في جعل هذه المنطقة جاذبة للاستثمار كان من ضمن المحاور الذي وقف عليها أعضاء المجلس. الهدف هو تفعيل المنطقة الصناعية بالصورة الصحيحة، هذا هدفنا الأساسي، لأن المنطقة الصناعية عندها عدة إشكاليات كبيرة وطبعا موجودة في الطرح وفي عندنا صور وعندنا تقارير موجودة. الكثير من المنطقة الصناعية غير مفعل، مصانع وهمية، يعني استئجار ويعني وضع يد وانتهى الموضوع، يعني ما في تفعيل. صارت إشكالية في أحد المصانع، أنت تقول والله تلزمني أنا والله أنت أنقل موظفين خارج المنطقة الصناعية، إنزين وين أوديهم؟ أنتم ما عندكم مكان، أوديهم إلى أماكن يعني سكنية، بصير عندنا إشكالية اللي هي الإشكالية الاجتماعية. أنور بن زاهر الغريبي من ولاية البريمي. حارة الرمل بولاية عبري أيقونة تاريخية ومعمارية تحكي براعة بناء وتجديد الحارات القديمة في السلطنة. الحارة تنتظر الترميم منذ أكثر من 10 أعوام حين تم إخلاء ساكنيها بهدف تحويلها إلى قرية تراثية ومزار سياحي. على سفح جبل الشحشاح تنحدر بيوت وأزقة حارة الرمل القديمة بولاية عبري التي كانت مركزاً اجتماعياً واقتصادياً منذ مئات السنين. طالب الجهات المسؤولة والجهات الرسمية عن هذه الأشياء التراثية زين والأماكن الجميلة التي عاشوا فيها أبانا وأجدادنا بأن إعادتها يعني وترميمها وإعادتها كما كانت سابقاً. سالم اليعقوبي أحد سكان هذه الحارة منذ طفولتي، اصطحبناه معنا ليسرد لنا قصة وتفاصيل هذه الحارة. تحتوي هذه الحارة على عدة ممرات مثل ما شفتوا، وكل ممر بحد ذاته يشكل حارة، حيث أن التجمعات السكانية في كل ممر يشكل حارة من حيث الألفة، من حيث التجمع، من حيث التعاون. بصراحة الأيام زمان كانت هذه الحارة تعج بالحياة. الزائر لحارة الرمل يستقبله برج الشريعة الذي يعد مدخلا رئيسيا للحارة من الجهة الشمالية، إلى جانب أهميته في تأمين الحماية لسكان الحارة. طبعا في هذا المكان كنا يعني نلعب مع بعض، وكنا كانوا الأهالي كلهم مع بعض أيضا والجيران، فكانوا يتزاوروا في جميع المناسبات. تتميز حارة الرمل بكبر حجمها وتعدد ممراتها وبيوتها المتلاصقة المطلة على واحات وبساتين النخيل تزينها النوافذ والشرفات المستوحاة من فن العمارة العمانية.
حارة الرمل إرث حضاري وتاريخي عريق يحكي قصة حياة الإنسان العماني، فالحارة لا تزال تنتظر إعادة مجدها التي كانت عليه في ذلك الزمان. خليفة بن محمد الشماخي من حارة الرمل بولاية عبري محافظة الظاهرة. وبالعودة إلى خبر تواصل هطول الأمطار مع دخول المنخفض الجوي العميق، تشهد الآن مختلف ولايات محافظة مسقط هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد ورياح متفاوتة السرعة. وينضم إلينا في هذه اللحظات مراسلنا إبراهيم بن سالم الهادي. إبراهيم، لو تضعنا في صورة الوضع لديك من حيث قوة الأمطار، هل هناك أودية بدأت من نزول؟ إبراهيم، إذن ربما إبراهيم لا يسمعنا الآن. نعم، إذن نرجو كذلك من مستخدمي الطرق يعني عدم المجازفة بعبور الأودية، وكما ننوه بالأخوة الصيادين ومرتادي البحر في هذه اللحظات وفي هذين اليومين يعني تجنب نزول البحر لحين انقشاع هذه الأجواء، ونعم وكذلك الاستماع للنشرات الجوية الصادرة من مركز المخاطر. وينضم إلينا من جديد مراسلنا إبراهيم الهادي. إبراهيم، هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك سليمان، أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا أيضا بالمشاهدين الكرام. لو تضعنا في صورة الوضع لديك من حيث قوة الأمطار، هل هناك أودية بدأت بالنزول؟ الوضع كما أشاهده الآن، أنا في المركبة في الحقيقة، ولكن هبطت الأمطار في هذه اللحظات بغزارة كثيفة جدا. طبعا الأمطار بدأت منذ قبل نصف ساعة تقريبا من بين الخفيفة إلى المتوسطة إلى الغزيرة في هذه الأثناء، طبعا مصحوبة برياح ومصحوبة أيضا برعد وبرق. بالنسبة للأودية والشعاب إلى الآن لم تتضح صورة، على اعتبار أن لا نستطيع أيضا أن نشاهد هذه الأودية في هذه اللحظات، على اعتبار الأمطار لا زالت غزيرة. ونحن الآن شخصيا الآن أمشي على الطريق مباشرة كي أصف الوضع. كنت في مناطق صيح الظبي قبل قليل، الآن في منطقة العتكية وهي تشهد أمطار غزيرة. يتوقع من خلال هذه الأمطار بإذن الله ستكون ربما هناك شعاب، ستكون أيضا أودية غزيرة كما نشاهد من غزارة هذه الأمطار سليمان. نعم، هل لاحظتم يعني نزول أودية في هذه اللحظات وأثناء وجودكم في السيارة كما قلت؟ نعم، الآن طبعا الأمطار جدا غزيرة في هذه اللحظات تحديدا. أنا أحاول أيضا أن تكون أيضا مسموعة هذه الأمطار من خلال فتح النوافذ. الأودية والشعاب إلى الآن لا أستطيع أن أشاهدها طبعا، ولكن أتوقع بإذن الله ستكون هناك ربما شعاب، ستكون هناك أيضا أودية. كما نلاحظ أيضا البرق والرعد موجود بشكل أيضا ملفت. أيضا على الجبال كما أشاهد الآن هناك أمطار غزيرة على جميع تقريبا جبال ولاية العامرات. الأمطار مستمرة، الرعد أيضا مستمر، البرق أيضا مستمر. الحركة المرورية أيضا إنسابية في بعض الطرق، وفي بعض الطرق أيضا هناك بعض الازدحامات المرورية، أيضا البرك المائية متوفرة أيضا هنا في الطرقات. ماذا عن طريق بوشهر العامرات؟ بوشهر العامرات قرب النصف ساعة تقريبا كان هناك أمطار، وأيضا كانت من الخفيفة إلى المتوسطة. أيضا إلى الآن لا أستطيع أن أصف هناك على اعتبار أنني موجود في منطقة العتكية، ولكن كما يبدو وكما أشاهد الآن أن الأمطار عامة على ولاية العامرات على جميع الجبال هناك. إذن شكرا لك إبراهيم الهادي مراسل التلفزيون في ولاية العامرات. وننتقل الآن إلى الزميل عبد الله الواهي ليطلعنا على حالة الطقس هناك في جنوب الباطنة. مساء الخير عبد الله. مساء النور حنيفة، تحية لك أيضا من هذه في هذه الأجواء الماطرة الجميلة التي تعم مختلف أرجاء ولاية السلطنة. أهلا بك عبد الله، صف لنا حالة الجو هناك في جنوب الباطنة. نعم، طبعا عدد من ولايات محافظة جنوب الباطنة شهدت منذ تقريبا الساعة الثانية هطول الأمطار متفاوتة الغزارة. ولاية نخل ربما كانت الأغزر، شهدت هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط لحبات البرد، أدت إلى جريان الشهاب. حتى الآن يعني لم يأتينا أخبار عن نزول الأودية، ولكن الحقيقة كانت الأمطار الغزيرة
تركزت على مركز الولاية والقرى المجاورة لها. إذن لا توجد أودية قد بدأت بالنزول حتى الآن؟ لم تصل يعني لم تردنا أي أخبار فيما يتعلق بأودية ولاية نخل، ولكن حقيقة الأودية التي تجري الآن أو جرت الآن في ولاية الأوابي التي أيضا يعني حقيقة شهدت هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، يجري الآن وادي العد بوادي بني خروص حقيقة متوسط الغزارة، وربما سيقطع الحركة في بعض الأماكن هناك في وادي بني خروص. وادي المعاول أيضا شهدت هطول أمطار متفاوتة الغزارة، ولاية الرستاق أيضا شهدت هطول أمطار أيضا غزيرة إلى متوسطة مع تساقط لحبات البرد، وخاصة في مناطق الحزم وفلج العالي والمسفاة والقرى المجاورة لها. لا تزال طبعا الأجواء طبعا ملبدة بالغيوم، ربما نشهد في الساعات القادمة يعني تواصل هطول الأمطار، لأنه يعني هكذا هي تشير الأجواء حتى الآن، والعلم عند الله سبحانه وتعالى بكل تأكيد. بالنسبة للباقي الولايات حقيقة عبد الله الواهي حدثنا عن حالة الجو في جنوب الباطنة. إذا مشاهدينا نتمنى من الجميع أخذ الحيطة والحذر، وخصوصا القيادة في هذه الأجواء. مستمعينا مشاهدينا، حاليا وصلنا إلى ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأهم العناوين. مجلس الدولة يقر مشروع تعديل قانون المرور تمهيدا لرفعه مجددا إلى المقام السامي. الادعاء العام يسترجع نحو 70 مليون ريال عماني كحق عام في قضايا النفط والغاز، ويكشف عن انخفاض القضايا المسجلة في السلطنة بنسبة 9%. مشاريع قطاع الكهرباء حقيقة ما تتأثر بارتفاع وانخفاض أي مادة أخرى سواء النفط أو غيره. لا تأثير لتقلبات أسعار النفط على مشروعات الكهرباء، واستثمارات القطاع تتجاوز 220 مليون ريال عمانية. وفاة 18 شخصا وإصابة 16 آخرين نتيجة حادث سير في الطريق الرابط بين منطقة كود وولاية عبري. نتمنى أن تكون أمطار خير وبركة تعم جميع البلاد. هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، دمتم بخير بإذن الله. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.